لماذا تستمر باكستان في دعم طالبان أفغانستان إذن رغم كل هذه المشكلات؟ هناك هدف جوهري، إغلاق الباب على أي تحالف محتمل بين أفغانستان ونيودلهي، ومواجهة مشروع وحدة القومية البشتونية في أفغانستان وباكستان بأيديولوجية الوحدة الدينية. تخشى باكستان أيضاً من الانهيار التام للدولة في أفغانستان بسبب الكارثة الإنسانية التي تتكشف هناك، فضلاً عن احتمال انتشارها إلى باكستان. يبقى الهدف الأسمى لباكستان أن تحكم قوة سياسية مؤيدة لها كابل، على الرغم من ارتفاع فاتورة التكاليف. لا يزال التقدير الباكستاني أن هذه القوة السياسية هي طالبان ولا بديل عنها. وحتى مع سعي حكومة شباز شريف لتحسين العلاقات مع واشنطن، من المستبعد أن يسمح الجيش أو وكالة الاستخبارات بتغيير حكومة إسلام أباد سياستها المعلنة تجاه أفغانستان. وحتى الضغط المحتمل على طالبان كابل إن تم سيكون بحدود. ما الحلول البديلة إذن؟ استراتيجية احتواء من خلال محاولة إحياء الحوار مع حركة طالبان باكستان، على الأرجح بمساعدة حقاني المقرب من إسلام أباد وبعض زعماء القبائل، أو محاولة تقسيم حركة طالبان باكستان التي تأسست في 2007 عبر الإغراءات المادية والسياسية. إسلام أباد نجحت سابقاً في هذا الأمر بين عامي 2012 و2015. تقليم أظافر طالبان أفغانستان دون خسارتها طريق إضافي قد تسلكه باكستان عبر إغلاق المعابر الحدودية لزيادة الضغوط الاقتصادية والتضييق على أصول قادتها التي لا تزال في باكستان.